السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل إعادة تدوير لشكارة الرز أو الدقيق أو أي شكارة تكون بالشكل ده. هنعمل منها أفكار طبعا مفيدة في البيت. أول حاجة هبتدي أشيل الجزء اللي هو من تحت، وده بيكون مقفول أو قفلة الشكارة من تحت. هاخد بقى الجزء اللي هو من قدام اللي هو الجزء التقيل كده. قصيت الجزء اللي هو من قدام اللي هو الجزء التقيل في الشكارة اللي هو بيكون عليه الكلام، تمام. هبتدي بعد كده اجيب اي حاجة اقيس بيها، ممكن نستخدم مسطرة او اي حاجة موجودة عندنا. هاخد كده مقاس 40 سنتي من طول الجزء اللي هو اللي من قدام بتاع الشكارة. هقص كده الجزء ده، كده الجزء اللي انا قصيته 40 سنتي. هبتدي اتني الشكارة بالشكل ده كده. طبعا الجزء ده العرض بتاع الجزء اللي انا خدته ال 40 سنتي، يعني الجزء اللي انا تانية ده 20 سنتي. هاجي كده من عند الحرف وهعمل زي جزء كده زاوية، هقص بس كده من على الحرف بشكل دوران او نص دايرة. بتني الجزء اللي انا قصيته على الناحية التانية عشان اقص برضه نفس الشكل. والشكارة كانت زيادة شوية، فهبتدي اظبط المقاس بتاعها عشان يكونوا من الناحيتين قد بعض. تمام، بالشكل ده بشيل كل زيادات. ده الجزء اللي انا قصيته. هبتدي بعد كده اركنه على جنب، مش عايزينه دلوقتي. هنستخدم بقى دلوقتي بلوفر قديم او اي حاجة من الهدوم اللي عندنا قديمة بس يكون شكلها حلو. الحاجات اللي احنا بنستخدمها من الملابس في اعادة التدوير بيكون فيها قطع او بيكون فيها مشاكل. مشاكل زي ايه؟ نتش او اي حاجة مش هينفع ان احنا نطلعها او نهدي بيها حد، ف عشان بس الكومنتات اللي بتيجي لا ما احنا نتبرع بيها احسن. تمام، كل ده حلو، بس لو الحاجة فيها مشكلة ما ينفعش طبعا نتبرع بيها او نهدي بيها حد. هبتدي كده اقص على قد المقاس بتاع الشكارة اللي انا خدته، وهبتدي اثبتها من على الحرف بمسدس الشمع. مش لازم يا جماعة في كل فيديو اطلع اقول لكم ان الحاجة اللي انا بستخدمها دي مقطوعة، اكيد الحاجة دي بيكون فيها ديفوهات. برضو مش شرط ان انا اطلع اوريها لكم قدام الكاميرا، بصوا القطع فين وبصوا، يعني اكيد لا، مستحيلة. يعني حتى احنا لما اتكلمنا على الطرح قبل كده واحنا بنكويها ساعات بيحصل ان هي بتتلسع مننا. اي حاجة في الهدوم على فكرة ممكن يحصل فيها كده، فدي الحاجات اللي احنا بنعمل فيها اعادة تدوير يعني. تمام، طبعا الكومنتات الحلوة اللي بتجيني شكرا عليها طبعا، وبشكر الناس اللي بتكتب كومنت حلو، حتى الناس اللي بتنتقد بشكل وباسلوب كويس، ده طبعا حاجة كويسة وشكرا عليها. ثبت كده بالشكل ده الجزء بتاع البلوفر، وده طبعا الجزء ده سليم. حتى لو في ديفو احنا نقدر ان احنا نداري الكلام دوت لو احنا بنعمل اعادة تدوير. هبتدي بعد كده اشيل الزيادة من على الحرف عشان اخد شكل الشكارة او الجزء اللي انا عاملة له زوايا من الاربع جوانب. قصيت كده كل الزيادات اللي كانت على الحرف، تمام، عشان اخد الاربع زوايا اللي موجودين من الشكارة. هستخدم بعد كده قماش الخيش. مش عندك، ممكن نستخدم اي باي قماش او اي حاجة من القماش يعني تكون قديمة عندنا. هبتدي بعد كده اثبت قماش الخيش ده على الظهر بتاع الشكارة او الناحية التانية اللي هي باينة. ببتدي برضو اثبت من على الحرف بس. بالشكل ده انا برضو قصيت ازيد شوية من المقاس، ودايما نعمل كده ان احنا لما بنيجي نقص حاجة نخليها زيادة شوية، لما تطلع زيادة نعرف ان احنا نقص الزيادات. ابتدي كده اساوي الشكل بتاع القماشة من على الحرف بنفس الشكل اللي عندنا من الاربع زوايا كده، جاية بزاوية بسيطة. سويت كده الاربع جوانب برضو من الناحية التانية اللي هي ثبت عليها قماش الخيش. هستخدم هنا شريط تزيين، هستخدم شريط البومبوم، ممكن نستخدم دانتيل، اي حاجة متاحة بالنسبة لنا ممكن نستخدمها بس تكون لايقة مع لون الحاجة اللي احنا عاملينها. هبتدي بعد كده اثبتها من الحرف، بحط نقطة شمع كده بسيطة، شمع خفيف، وبعد كده بثبت الشريط. تمام، بالشكل ده كده ثبت شريط البومبوم من على الاربع جوانب. طبعا احنا ممكن ان احنا نستخدم المفرش ده على الناحيتين، انا هستخدمه على الناحية دي. طبعا هيبقى مفرش بشكل بسيط جدا، ممكن انت تستخدميه برضو كدواسة. استفدنا من بلوفر قديم واستفدنا كمان من الشكارة. تاني فكرة، هستخدم باقي الشكارة بالشكل ده. هبتدي اتنيها نصين، هي بيكون فيها تنيات كده بسيطة، بس هبتدي افردها واحاول ان انا اظبط المقاسات عشان تطلع معايا مظبوطة. هاخد هنا كده مقاس 30 سنتي،
ده برضو من طول الشكارة. العرض تمام هيكون هو ده اللي 30 سنتي. ابتدي بعد كده استخدم قماش الخيش، مش عندك او مش متاح زي ما اتفقنا، ممكن نستخدم اي قماش قديم عندك وتقدري تستخدميه في الافكار بتاعت النهاردة. هبتدي كده اثبت القماشة على الشكارة او الكيس بتاع الرز. هبتدي طبعا احط المسدس الشمع هوجهه على القماش احسن، عشان لو انا وجهته على الكيس هيسيحه ومش هيستحمل، فببتدي احط الشمع نفسه على القماش افضل، وبعد كده بثبته مع الكيس. كده ثبتت القماشة دي وانا واخده المقاس بتاعها، يعني لو هي الشكارة نفسها العرض بتاعها 30 سنتي، فانا خدت بس 27 سنتي من قماش الخيش وده ثبته على الشكارة. عندي الناحية التانية طبعا لسه ما اتغلفتش، هجيب قماشة تانية تكون لون مختلف عن اللي احنا استخدمناها، وهبتدي اثبت القماشة دي برضو على الناحية اللي هي بتاعة الشكارة الجزء التاني. زي ما احنا شايفين كده برضو بحط مسدس الشمع على القماشة نفسها. قماشة الكارو انا اصلا المقاس بتاعها اكبر كمان من المقاس بتاع الشكارة، يعني مخليها حوالي 35 سنتي. الجنب او الزيادة اللي في الجنب دي هبتدي اقصها، طبعا انا ثبتت كده القماشة من الناحية التانية، وهبتدي الزيادة دي هتنيها على قدام اللي هو ناحية القماش الخيش. تمام كده بحط شمع بس على الحرف وابتدي اثبتها. ابتدي بعد كده اتني الشكارة على الناحية اللي هي فيها الكارو او القماشة الكارو، هبتدي اقفل كده من الجنب واقفل برضو الجزء اللي من تحت. استخدمت مسدس الشمع ونتيجته حلوة جدا. تمام بثبته كويس جدا وبتأكد ان الشمع نشف معايا. الطريقة دي سهلة، لو هتعملي الفكرة دي انا بسطتها لك بأبسط طريقة. هبتدي اخد كده مقاس 4 سنتي من الجنب بتاع الشكارة، هعمل مربع 4×4 وهبتدي اقصه. طلع معايا المربع من الجنب ده، هاخده على الجنب التاني وهبتدي اقص نفس المربع ده من الجنب التاني، ده طبعا من الحتة اللي مقفولة من تحت. تمام هاجي بقى عند الجزء ده هلاقيه كده كله مفكوك من بعض، وهبتدي اثبته كده بنقطتين شمع من على الحافة. هقفلهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هبتدي اعمل شكل المثلث وبقفل برضو الجزء ده كده بمسدس الشمع. بثبت ايدي شوية لحد ما اتأكد ان هو مسك كويس. كده قفلت من الناحيتين بنفس الطريقة. هبتدي بقى اقلب الشكارة على الناحية التانية، هي ما بقتش شكارة خالص دلوقتي، هقلبها معاكم بالراحة. طبعا بالشكل ده انا قدرت ان انا ابطن او اغلف الجزء اللي انا عملته، غلفته من جوه ومن بره بطريقة سهلة، يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اسهل عليكم الفكرة. وبعد كده بدأت اتني الجزء اللي من فوق، تنيت بس حتة صغيرة كده على قدام. هستخدم شريط دانتيل برضو يكون لايق مع القماشة اللي احنا مستخدمينها، وابتدي اثبته على الحرف من فوق. زي ما احنا شايفين هي ماسكه نفسها وتقيلة وطبعا متبطنة معانا من جوه ومن بره. ونبتدي بقى دلوقتي نزينها بالالوان اللي احنا حابين ان احنا نشوفها قدامنا، ان احنا نستخدمها برضو استخدام حلو. هثبت برضو من الدانتيل ده من نفس الشريط، هحط كده جزء من تحت. كده ثبت الدانتيل من فوق ومن تحت، هستخدم اكتر من وردة كده تكون برضو فيها نفس الالوان بتاعة الدانتيل، وهبتدي اثبتهم على الجنب بتاع الشنطة. ممكن هنا تسميها شنطة ممكن تسميها منظم، بس انا هقول لكم اكتر من فكرة لاستخدامها. طبعا هي زي ما احنا شايفين متقفلة كويس جدا من الجناب ومن تحت كمان، وزيناها بطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش معانا 5 دقايق. ممكن نستخدمها كده كمنظم للطرح والبندانات، تقدري تحطي فيها كمية كبيرة جدا من الطرح، تحطي فيها كل الطرح بتاعتك والشرابات، تحطي مثلا فيها الملابس بتاعة الولاد اللي هي الصغيرة اللي بتوه منك في الدولاب دي. وطبعا تقدري ان انت تنظمي اكتر من واحد جنب بعض في الدولاب، مش هياخدوا مساحة معاكي نهائي. ممكن نركب لها يد من قدام، وطبعا نقدر ان احنا نستخدمها كده شنطة للخروج، المهم ان احنا هنغلفها بقماش هيكون شكلها حلو.
بس كده، ده كان فيديو النهاردة. اتمنى افكار النهاردة تكون عجبتكم، اكتبولي رأيكم في التعليقات. طبعا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو والديسلايك اهلا بيه، لان هو بيجيني من اول دقيقة، سبحان الله. السلام عليكم.